أشكر صوت الصحافة على هذا اللقاء التواصلي، وسؤالكم حول معلمات سينما شريف. هذه السينما هي كتواجد بمدينة الدار البيضاء بالحي المحمدي، ونظرا لدور السينمات أعتقد أنه انقرض، خصوصا تواجد الإعلاميات وتواجد التواصل الاجتماعي. فدور هذه السينمات حقيقة انقرض، وهذه المعلمة التي كنا في ستينيات القرن الماضي نستمتع بالسينمات، وخصوصا كنا ندخل ونشاهد الأفلام التي كانت تبث في المغرب، وكانت هذه الأفلام توزع إلى مجموعة من السينمات: سينما سعادة، سينما شريف، وكانت كذلك في مارشي سنترال كانت هناك عدة سينمات: الABC، سينما لومبير إلى آخره. فهذه المعلمة التاريخية بالحي المحمدي كانت تبث لنا أفلام قديمة جدا، مثل أفلام الويسترن، أفلام بيك بوس، أفلام بريسلي إلى آخره. وكانت كذلك هناك تبث لنا أفلام هندية وأفلام مصرية، أفلام عربية، أفلام وثائقية في بعض الأحيان، ولكن نحن الآن نعيش القرن العشرين. أعتقد أن دور هذه السينما يبقى يعني يشهد بالتاريخ السينمائي، وللأسف أن الأيام تتطور، والآن نشاهد أن هناك عزوف على السينمات نظرا لانقراضهم، ولم تبقى السينما يعني تتجاوب مع متطلبات العصر. ومع ذلك ستبقى الذاكرة تحيط بنا إلى عالم السينما. سي مصطفى، إذا كان ممكن تعطينا الوجوه اللي كانوا هنا في السينما، على سبيل المثال الخوخة، سناد روح، محمد، تقدر تعطينا شي وجوه جديدة، وجوه اللي كانت قدامها هنا في السينما؟ نعم، كان هناك مساعدين في هذا السينما شريف، مثل إبراهيم كان يشتغل داخل السينما، وهو الذي كان يسهر على تحريك هذا البرامج السينمائية. وكذلك كان هناك عبد اللطيف على ما أعتقد، وكان الحاج بوشعيب، وعدة مساعدين في هذا السينما شريف. كما هو الحال في جميع السينمات في الدار البيضاء، كان هناك أشخاص يعملون داخل هذه السينمات، وكانوا يعني يوزعون التذاكر لكل المهتمين بالدخول في السينمات ومشاهدة الأفلام. مصطفى، دخلت السينما شحال؟ دخلت السينما شريف في ذلك الوقت؟ على ما أعتقد كان هناك التذكرة كانت ب10 دريال، وكانت كذلك ب60 سنتيم، وارتفعت كذلك إلى درهم و20 سنتيم. ويعني التذاكر كانت تارة تزداد بعد سنتيمات، وكنا في تلك الفترة ندخل بهذه الأثمنة، وكانت بالنسبة لنا مناسبة. شنو هما الأفلام اللي تفرجتي فيهم السي مصطفى على سبيل المثال؟ وينستر، شارلي شابلان. تماما، كنا بعض الأحيان تعلن صور لأفلام بريسلي، كان هناك أفلام جينجو، أفلام
كاري كوبير وأفلام كانت قديمة، كانت في ستينيات القرن الماضي، وكنا نبتهج حينما نشاهد هذه الأفلام السينمائية. أش تقدر تقول لنا على هذه المعلمة اللي هي معلمة ثقافية وفنية بالنسبة للسينما الشريف؟ بالنسبة للسينما الشريف كانت فعلا معلمة تاريخية، وسيظل التاريخ يشهد بهذه المعلمة التاريخية. كانت تحمل هذا الاسم الرائع سينما شريف.